مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. الانسحاب الأمريكي المرتقب من العراق. قبل فترة قصيرة من الموعد المقرر لانسحاب القوات القتالية من العراق، تواصل الجماعات والفصائل المسلحة التشكيك بالإعلان الحكومي عن ذلك، والذي أكد انتهاء مهمة القوات القتالية ومغادرة العراق، وما يتبقى فقط للتدريب والاستشارة. مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أكد انتهاء آخر اجتماعات العراق العسكرية الفنية مع ممثلي التحالف الدولي في هذا الإطار، كما أشار إلى أن العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والتمكين. وزارة الدفاع العراقية أكدت مغادرة معظم القوات ضمن التحالف الدولي، مشددة على أنه سيتم إخلاء الباقين خلال الأيام القادمة قبل نهاية العام الجاري، وستتبقى مجموعة من المستشارين فقط لتحل محل القوات القتالية المنسحبة. ونبهت إلى أن أفراد التحالف الدولي المتبقين سيقدمون الدعم والمشورة فقط. في مقابل ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي عدم تغيير عديد القوات الأمريكية في العراق، وإن العدد المتبقي بحدود 2500، وإن مدة مهمة التحالف الجديدة وهي المشورة والمساعدة والدعم والتدريب تتوقف على طلب الحكومة العراقية، ويتم تحديدها بالتشاور مع بغداد، مستدركا بالقول إن القوات المتبقية لديها الحق في الدفاع عن نفسها وإنها قادرة على ذلك. على الرغم من تحول دور القوات الأمريكية في العراق إلى غير قتالي، فإنها ستستمر بتقديم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية ضد داعش. وأضاف ماكنزي إن انسحاب القوات من القواعد التي لم تكن الولايات المتحدة بحاجة إليها. أمريكا أكدت التزامها بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع العراق، وإنها لن تستخدم سماء العراق وأرضه ومياهه للاعتداء على دول مجاورة، مجددا تأكيد دعم بلاده لتقوية القدرات العراقية في مواجهة إرهاب داعش، وإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تشكل تهديدا على أي دولة مجاورة. مسؤولون عراقيون قالوا إن الجيش الأمريكي نقل أغلب قواته من قاعدتي عين الأسد وحرير إلى خارج البلاد منذ آب الماضي، بما فيها قوة دلتا. هناك بعض من يشككون بمصداقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحجة أنه ليس من المعقول أن تنسحب القوات من قاعدة عين الأسد في الأنبار، لأن أعداد القوات المسلحة في العراق ومهامها ما تزال مبهمة ومجهولة، ويطالبون بخروج كل القوات العسكرية من مختلف الدول من دون استثناء. ويرجح مراقبون أن ترفع القوات العراقية حالة التأهب والإجراءات الأمنية حول محيط القواعد والمعسكرات التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي، ضمن تنفيذ الاتفاق الذي ينص على أن تتولى بغداد حماية القوات المتبقية. السيناريو المتوقع هو المواجهة غير المباشرة عبر صواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيرة المفخخة، وذلك يدخل ضمن الضغط من قبل الفصائل المسلحة على حكومة مصطفى الكاظمي للحصول على مكاسب داخلية. لكن التسوية المقترحة قد تكون إعلانا من قبل تلك الفصائل بأنها تنتظر تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تضع في برنامجها إنهاء الوجود الأجنبي كليا، سواء كان قتاليا أو استشاريا.